اخر مجموعه هي مجموعه بحري، ودايما مجموعه بحري بحس ان هي الاكثر تنافسيه في المجاميع على مدار السنوات. يعني السنه دي كمان الاولمبي كان لحد من 3 4 جولات هو المتصدر وقريب من التاهل الى ناحيه حرس الحدود، وهو ايضا احد الفرق التاريخيه واللي لها تاريخ في الكره المصريه بلقبين كاس ولقب سوبر ومشاركه في الستينات باسم السواحل. يعني مثلا الجوله 22 الاولمبي متصدر حتى لو فارق بسيط، ولكن على الاقل 22 الجوله 22 مثلا في تصدر الاولمبي. فهنا مثلا حصل ان في تغيير للكابتن احمد سواد. ليه بقى ليه حصل التغيير؟ هو الهزيمه من مصر بالسلوم 3-0 يعتبر هي خلت مجلس اداره ينقسم. ايوه بس يعني انت فريق متصدر والاولمبي مش كل سنه بينافس على التاهل، يعني بقى لنا سنين ما بنشوفش الاولمبي ينافس على التاهل. طبعا وكمان ان انت على الاقل حتى لو متصدر كنت مثلا تفكر امتى في الاقاله، لو مثلا في فارق بينه وبين الحرس حوالي 3-4 نقاط كان ممكن الحرس يفكر في كده ان مثلا يتعاقد مع مدير فني افضل مثلا من كابتن محمد مكي، لكن هم كان عندهم ثقه في مدرب شاب كابتن محمد مكي. النهارده مثلا ايه اللي حصل؟ مجلس الاداره انقسم، هزيمه كانت صعبه جدا فريق مصر بالسلوم، حتى لو كانت هزيمه كانت ممكن تكون رد فعل. هم طبعا فازوا على الرجاء بعد كده في الجوله اللي بعدها، لكن وقت مباراه الرجاء كابتن احمد ساري متواجد في المباراه، كان كابتن علاء نوح في مباراه بلديه المحله والمجد بيشاهد فريق المجد لان كان الاولمبي هيواجه فريق المجد. تم طبعا التعاقد مع كابتن علاء نوح على غرار اسر نكومباني طبعا ورحيل كابتن علاء ابراهيم، فتم التعاقد مع كابتن علاء نوح. كان اخر 5 مباريات وصعد، كانوا عاوزين يكرروا نفس التجربه. لكن الامر كان هنا صعب لان مجموعه بحري هي مجموعه على الاقل مجموعه جماهيريه فيها ضغط جماهيري كبير جدا، فشكلت هنا كمان انقسام ما بين مجلس الاداره فاثرت سلبي على اللعيبه. اصبحت النتائج في تذبذب، بعد كده كان في فارق نقطه قبل طبعا شهر رمضان اصبح فارق 4 نقاط. حصل ايه بقى في الفتره دي؟ فريق نادي حرس الحدود وصل لهم معلومه ان في لاعب لعب مباراتهم اللي كان خسروا فيها من حرس، يعني كانت هتبقى الهزيمه الوحيده لحرس الحدود في الموسم من الرجاء. كان 1-0 في هذه المباراه. اللاعب احمد جميل لاعب غير مقيد مع فريق الرجاء شارك مكان لاعب اسمه محمد احمد. فطبعا ما فيش حد كان يعرف المعلومه، وعدت على حكم المباراه كان وقتها اعتقد حكم احمد صالح ولا المراقب. بعد كده لما حرس الحدود اشتكى باثبات الفيديو ثبت ان اللاعب لاعب مزور، وتم طبعا اتحاد الكوره قبل العيد بحوالي 4 ايام تم احتساب ان 3 نقاط لحرس الحدود. حرس الحدود اصبح الفارق 4 نقاط. بعد العيد طبعا استكمال دوري الدرجه الثانيه مجموعه بحري مباراه الاولمبي مع حرس الحدود. الاولمبي بيتقدم بهدف كده يعتبر على الاقل هترجع تاني الفارق مثلا ليه نقطه واحده. وكمان في نفس التوقيت على الاقل كان نادي الاولمبي هيحاول يشتكي تاني مره تانيه في قصه اللاعب المزور. كان كسب الرجاء كان ملوش نقط مهما حصل خلاص، لكن هم كان على الاقل يكون عندهم امل ممكن يبقى على الاقل حجه له. خسر المباراه 2-1، لكن كان قبل الهدف الثاني في هذه المباراه كانت فرصه امام المرمى، المرمى كان خالي جدا، لاعب كره عرضيه من لاعب احمد فهمي محمد حمبوزو امام المرمى لعبها راسيه بجوار القائم بترتد لاعب مصطفى زيكو بيرقص كان الهدف الثاني. كانت نتيجه 1-1. كان يقدر حمبوزو يسجل الهدف الثاني ويكون 2-1 للاولمبي. اصبح 2-1 لفريق حرس الحدود وقدروا يفوزوا بالمباراه. كان رضا الوشي بالمناسبه سجل في هذه المباراه. بمناسبه رضا الوشي، رضا الوشي لما كان بيلعب في نادي في سمسر نادي زد حاليا في موسم 18-19 سجل في مرمى الزرقاء كان في الدقيقه 93 كان هدف الصعود. بعدها في الجوله بعدها قدروا يصعدوا طبعا للدوري الممتاز، كان بعدها بحوالي جولتين في طبعا لما كان متواجد ايضا مع فريق كوكولا قدر يسجل هدف حاسم في مرمى السكه الحديد. الموسم الحالي بيسجل هدف الفوز في مباراه بلديه المحله، يعتبر كانت اقوى المباريات مباراه بلديه المحله قدروا يسجلوا، كان سجل هدف بلعبه خلفيه هدف يعتبر من اجمل اهداف الدوري. سجل في الاولمبي، سجل في الزرقاء ايضا في مباراه الصعود لفريق نادي حرس الحدود. فهو تخصص صعود مع الفرق من الدرجه الثانيه. رضا الوش طبعا اسم كبير وسبق له اللعب في النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب وله صولات وجولات في الدوري الممتاز.